تعتبر شجرة الزيتون إحدى أهم المحاصيل الأساسية في فلسطين، بوصل عددها حتى 10 ملايين شجرة مزروعة. حلقتنا الأسبوع من معزوم رح تكون في تغطية خاصة لموسم قطاف الزيتون، موجودين إحنا في قرية مزارع النوباني اللي بتبعد عن شمال مدينة رام الله 25 كيلومتر تقريبا. نهار غني ومليان بستنانا اليوم، بدنا نبلش. نقضي وقت طويل من نهارنا بمرافقة عائلة أبو الرائد وأبو مجاهد في كل تفاصيل يومهن التقليدي بهالموسم، عشان نعيش كل تفاصيل يوم قطف زيتون عادي بالجو العام وأكلاته كمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا ابو الصيف، شو اخبارك؟ يا مرحبا. هلا 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 يا طير. السلام عليكم يا حجي، يعطيك العافيه. يا ميت مرحبا، اهلا. بس هدي شوي انا واحكي معك وانت. حياك الله. والله جيت وكانت علينا من السماء اذا بدك تعاوننا. اسمع، لا تتعربش ولا هيك شغلات، خفف عني. باكل شيء احلى. كيف صحتك؟ ميت مرحبا، الحمد لله نحمده تعالى. اي ساعه بلش نهارك اليوم؟ 6:30. 6:30 الصبح. 6:30 الصبح. تعال نحكي شوي عن الموسم هاي السنة. أنا بهمني أعرف منك ملان معلومات عن الزيتون والزيت والمنطقة كمان اللي إحنا موجودين فيها. تفضل. فاحكي لي أول شيء عن المنطقة، المكان اللي إحنا موجودين فيه، وشو مواصفات الزيت والزيتون هون؟ شوف يا سيدي، إحنا هذه المنطقة اسمها الكروم الشمالة من موقع مزارع النوباني، حدودنا فوق سلفيت تابع رام الله. شو بيميز الزيتون الموجود في منطقة العنبات؟ والله الزيتون نفسه هو زيتون روماني اللي هو النبالي. إنتاج الزيت بتوقف على نوع التربة، نوع الجبل، مواجهته للشمس. اختلفت طريقة قطاف الزيتون في فلسطين عموماً وفي العالم، يعني نعم، كل الدول نعم، المنتجة نعم، للزيتون نعم. عملياً شو اللي اختلف؟ والله من شوف، من اليوم الأول من فكرة إنه إحنا موجودين اليوم عم نقطف زيتون، شو اللي اختلف؟ نعم، بالطرق نعم. المستخدمة. شوف حبيبي، كانوا الرجال يمسكوا العبية، اسمها العبية، العصا الطويلة، وينزلوا خرط في الزيتون بس بطريقة عشان ما يأذوا، جيدة جدا ما يأذوا. بعدين كله يسقط على الأرض ولمينه، يبقى فوق الأربع خمس نسوان يلمينه بالحبة. هذه امتدت تقريبا لغاية سنة 1952-53. اتطورت أمشاط هذه، واتطورت كمان، صاروا يحطوا السلم الأربع متر تيصلوا قمة الزيتون. أعلى. نعم. في حدود 6-7 سنين طلعت الماكينة الخراطة، هاي خراطة الزيتون اللي انت شايفها، الميكانيكية. الميكانيكية هذه. نحكي عن موسم الزيتون الحالي. نعم. شو بيميزه؟ وين تبلش؟ وين تبخلص؟ وشو بيميزه؟ هل في وفرة بالزيت هاي السنة أو مش رح يكون؟ بيبدأ ما بين 15-10 إلى 1-11، وحسب كمية الزيتون بيستمر شهر ونص، في مرات شهرين، سنين شهرين. السنة احنا ابتدأنا في 15-10، ويمكن امامنا اسبوع. معظم الناس خلصوا لانه الموسم رديء السنة. ليه رديء؟ انه هاي السنة معدة انها تكون وكأنه سنة مش خيرة بالزيتون، مش وافرة بالزيتون. في مثلا الزيتون اللي اجى عليه العام الماضي، السنة ما اجى عليه، يعني يقدر السنة بحدود 20% بس من الانتاج. السنة السيلان نسبة السيولة رائعة جدا، يعني يوم 18-10 درست أول درسة جابت معي 32%، يوم 23-10 درست جابت معي 34%،
شو يعني سيلان؟ يعني كيف هاي النسبة أو على شو تدل؟ المئة كيلو بعملوا 33% أو 34% 34% هاي نسبة السيلان اللي بنقولها إحنا، نسبة السيولة. بدي أرجع معك بالزمن لشوي سنين مناح لورا ونتذكر شوية طقوس اجتماعية اللي هي لمة العيلة. نعم. تحت الزتوني. نعم. أغنيات أكلات معينة كانت تكون موجودة، بحب تشاركني شو بتتذكر. تفضل. والله في السابق كانت العيلة تكون مكونة من 7-8 أشخاص 10 أشخاص. في موسم الزيتون كله يكرز جهده للزيتون لأنه موسم جيد وإله طقوس حقيقية، وأنا بشبهها برمضان كحركة في الليل حركة في النهار، النسوان إزلام بتطبخ في الليل بيعبوا مية بيصرحوا بكير بيروحوا متأخرين. بالنسبة للأكل في منهم من يأخذ معلبات لو الأشياء اللي بدهاش كتير تحضير لأنه الدنيا ضغط اليوم شغل طويل. في ناس بعرضوا بطبخوا من نوع يعني كرحلات بيعملوها، يعني كديش بيكونوا مستانسين كديش متشوقين للزيتون حبين الزيتون يعني حبوا الزيتون إله محبة هيك بقلوب إلهم لأنه مورد رزق حقيقي. والإنسان المزارع اللي عنده زيتون قد ما يجي من شغله اليدوي برا ما بيستمتع فيه قد ما يستمتع من إنتاجه اللي بحرته بإيده بقنبه بإيده بعصره بإيده، يعني إلها لذة إلها نكهة إلها طيب. بعد هالخبرة الطويلة مع الأرض وعلاقتك مع شجر الزيتون أعطيني هيك صفة أو تنتين للزيت الصح اللي لازم يكون. شو الزيت الصح؟ إله مواصفات كلي وإله طريقة عمل. أولاً بدك تقطفه وهو مستوي مش عجر، يعني مش شو الدلائل يعني الدلائل كيف بعرف إنها نوعية الحبة إسلال. هي نوعية الحبة تعطيك إنه هذه مستوية في نفس الوقت وإنت تقطف فيها بتكون سهلة، يعني لما أنت تحطه على فراش تحطه في بوكس تحطه في كياس خيش مش كياس نايلون لأنه لازم يضل يتهوى ويفوت لازم يتهوى. الآن إحنا بنروح من هان مباشرة للبيت رأسا بنفضيه في بوكس البوكس واللي فيهاش كمان صححني إذا غلطان اللي بتكونش كمية كبيرة عشان ما يكونوش مضبوطة. البوكس تتراوح من 16 إلى 17 كيلو زي بوكس الخضرة وتبقعد 10 أيام 20 يوم شهر بتلاقيها مثل الثلاجة. بعدين تدرس كل 3-4 أيام مرة، هذا بخفف نسبة الحموضة بخفف البروكسايد. شو رأيك تشغلنا كل شو بدنا نسوي؟ اشغلك انت لابس نظيف ما شاء الله. لا لا تخاف. طيب يلا توكل على الله. يلا بدنا نقيم هالخيشات هذول. يلا شيلوا معنا هالخياش هناك يعني. جرب تفضل. يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف عجبتك؟ انت اللي كله كان منيح ممتاز ويعني اتقنت شغلك الصحيح. الله يسعدك. اهلا وسهلا. انا بدي اشكرك على المعلومات القيمة اللي اخذناها اليوم. يعطيك العافية. العافية واجبنا. هذا واجبنا اخي الكريم. انا لازم اكمل نهاري. اهلا وسهلا. كتر الله خير. تفضل. اياك الله. يلا خاطرك. يعطيك العافية. مع السلامة. اهلا. يعطيك العافية مجاهد. ورحمة الله وبركاته. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو محضرتي لنا اليوم أول سؤال؟ والله محضرت لكم اليوم صينية بطاطا مع الدجاج. صينية بطاطا مع الدجاج وفي كلاية بندورة. في كلاية بندورة.
تعال نحكي احنا اليوم يعني موجودين كمان في ارض الزيتون وعم نحوش ونقطف زيتون خلال اليوم، وهذا الاكل موجود كمان لكل اللي عم بيشتغلوا يتريحوا. احكي لي شوي شو طبيعه الاكل اللي بتكون موجوده بطبيعه عاده في كل طقس في قطف زيتون؟ في الغالب مثلا كليت بندوره، باذنجان، زهره، بطاطا، بحبوا الاكل يكون سخن. دور النساء لا يقتصر على الاشراف على عمليه اعداد الاكل في الزيتون، انتوا لكم كمان للنساء في دور حاضر بقوه في قطاف الزيتون وفي المساعده كمان وفي الشراء. اكيد اكيد. احكي لي شوي كيف ببلش النهار؟ بنصلي الصبح طبعا، بنبلش نحضر فطور وبعدين نحضر اكل اللي بدنا ناخذه معنا. نوصل الزيتون يعني تقريبا 7:30 8 حسب لحد مغيب الشمس. لحد مغيب الشمس على طول. شو دوركو؟ شو دورك يعني كأم مجاهد لما بتيجي على الزيتون؟ شو بايش بتقدر تساعدي؟ ايش المهام اللي عليك؟ والله كل شيء يعني بنشتغل احنا كده. دورنا كنساء يعني بنلقط من تحت ومن فوق وعن السيب عن كل شيء يعني بنعمل. في اشاعه كانت تقول انه الرجال بيتعبوا اكثر من النساء في قطاف الزيتون. لا بنتعب احنا يعني، حتى لحد امبارح بحكي لابو مجاهد النسوان انت بتحكوا انه الزلام بتعب، بس النسوان بتعبن اكثر. صح بتعبوا، بس انه اجمالا يعني الضغط على النساء اكثر من الرجال، لانه بلتهم مش لانه شيء، بس انه هم بلتهم معظم الوقت مثلا في عملهم. فاحنا معظم الموسم يعني بيكون نسوان يعني اللي بنشتغل فيه، بس الا يكون معنا رجال يعني. كيف بتتم هيك الاهتمام بالاطفال مع الزيتون مع تعويدهم؟ بايش بيقدروا يساعدوا؟ لا والله الاطفال بالعكس بحسهم بنبسطوا يعني في الزيتون. انا عندي بالنسبه لي بنت صغيره عمرها 3 سنين يعني، لانها في البيت كثير بتكون عندنا شقق واشياء، فبتكون بتنكد يعني، تنكد معظم الوقت بتكون منكده لما بتطلع على الزيتون. بس لما تيجي هنا بالعكس ولا بشعر فيها، بالعكس بتنبسط وبتلعب وبتكيف. المطبخ الفلسطيني يعني عادة غني بأكلات أساسية اللي فيها الزيت هو عنصر رئيسي، مثل المسخن، مثل المجدرة كمان. هل فعلاً الأكل بيصير له علاقة في الزيت أكثر بعد الموسم؟ أكيد. بنعمل يعني مثلاً أشياء المسخن، الفرايك برضو عندنا إحنا بنعملها. الفرايك هي لها علاقة في زيت الزيتون. الفرايك يعني هي الفريكة ولا أنا فهم غلط؟ مش الفريكة. لك يعني. الفرايك هي عبارة عن زيت طحين بلد اللي هو طحين القمح، بنخلطه مع زيت زيتون وعجين عادي، بيكون جنبه عجين عادي، وبس بنخلط بعد ما نعجن العجينة وتجهز بنخلطها مع الطحين البلدي والزيت، بنحشيه مع جوز أو لوز ومع سكر يعني كثير بيكون زيت مع سكر. يعني هو نوع حلويات أكثر؟ أيوة حلو. هو نوع حلو؟ طيب فتحتي نفسي أول إشي على الأكل، وين صاروا أكلاتنا اليوم؟ قديش بده الوقت تينضج ويكونوا جاهزين؟ تقريبا يعني جاهزات ان شاء الله يعني. كليت البندوره جاهزه؟ تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا. بدي بالاول قبل يعني نحكي شوي عن هاي السفره اليوميه الموجوده في موسم الزيتون. شو بتستنى توكل؟ ايش الاكلات اللي بتقول هاي بتنفع كثير للزيتون، هاي بحن للزيتون، او هاي مربوط مرتبطه بالموسم بالارض بشكل ما؟
شوف اكثر شيء في الـ في الـ في الخلا يعني اللي هو في موسم الزيتون، انت بتحب تاكل من الزيتون نفسها يعني يكون في زيت، شايف؟ يعني اذا ما فيش صحن زيت يعني على السلطه، على اللبني، على اللبن، على الكذا، لانه بتعرف انت الزيتونه هذه بتخدمها وبتخدمك، يعني في بينكم علاقه. فهو الزيت، شايف؟ الزيتون، الزيتون اللي هم نفس هذا الرصيص، هذا المذاق، راس البصل، شايف؟ حبه البندوره، يعني احيانا الدجاج لما بكون احنا هيك مش كثير مهم الدجاج في دير بالك في الخلا، شايف؟ او في الزيتون، لكن احيانا بتعرف بتمرك لك هيك مره في الاسبوع، حتى منتجات الارض تؤكل في الارض. بالضبط يعني هذا هو المقصود. المقصود انه بالضبط يعني احنا من في علشان انت في شو الموجود عندك يعني من خلال الزيتوني، وكانه يعني فيش شيء غريب بينكم، يعني فيش شيء مكسوم بينكم، انت بتاكل من الزيت تبعها وهي موجوده وانت موجود. حلو هذا. فيش حدا غريب بينكم عمليا ولا مره. قديش صار لك موجود في كل هاي الطقس كمشارك في الموسم؟ يعني في الموسم انت قصدك بايام طفولتك؟ انت بتحكي عن الانسان ببلش يعني انت بيصحى عن حاله في الصف الثاني، ثاني ابتدائي بلشت توعى اني باجع ثاني ابتدائي. حتى كنت لا قبل يعني حتى في أربع سنوات خمس سنوات كان أنا بصحى جدي رحمة الله عليه، أبو محمد، كان بيركبنا على البغل قدامه وبنروح نودي الزيتون على المعصى على البابور، كان بسموه زمان بابور اللي هو عجلين الحجر، حجر كان بدك الحب مش زي اليوم أنت ما بتشوفش إلا الزيت يعني من الطرف الثاني. فكان الجد بيركبنا على البغل قدامه، شايف؟ وبروح على منروح على سلفيت بنودي زيتونات. وكنا واحنا راكبين هيك بذكر موقف وانا راكب قدام سيدي بخرفني بكل يا سيدي بكل شو هذا اللي بحكي يا سيدي. طبعا كانت صلاه جمعه. قلت لي انه جدتك كانت تبات هون في موسم الزيتون شهر كامل. شهر كامل واحنا بنلقط في زيتون يوم يعني بصحوا بكير الفتيري بنبهوا هالولاد بنزم هالغراض تبعاتنا الاكل باتجاه يعني الزيتون. شهر كامل كنا بننام في سكيفي. سكيفي انت بتحكي عن منطقه 4 متر في 4 متر كانت بتوسع زمان مش اقل من 20 واحد. اليوم الغرفه اللي 5 في 5 بتسعش 2، بقول لك متضايق، شايف؟ لانه الناس اليوم ذاك فيها الوضع لانه هم اخلاقهم ذاكت. قبل الناس بقوا يوسعوا بعض، كنا نشعر بوساع يعني حتى الوضع طبيعي. جرجير بأكل جرجير؟ بأكل جرجير لسه بأكل. تفضل. كل صحة لسه بأكل. في كثير فلاحين اللي بيقدروش يوصلوا للزيتونات هنا عصيرة الزيتون. وبيعانوا من تضييقات كثيرة وقاسية بسبب بتعرف يعني سلطة الاحتلال وكل صحيح. القوانين صحيح. اللي ممكن تسن بس عشان يكون في هاي الحواجز. بحب تحكي لي شوي عن طبيعة هاي الصعوبات أو شو اللي بعيشه المزارع الفلسطيني. الاحتلال بهمه جدا إنه الإنسان الفلسطيني يعني علاقته مع الأرض تضعف. بهم جدا. هسه الفلسطيني المزارع الفلاح لما بروحوا بيجوا على ارضه بشكل يومي العلاقه بظل ايش؟ وطيدي بظل رطبي. لكن اذا امتنع وقت معين نتيجه ظروف يعني الاحتلال بيصنعها على الارض، شايف؟ بصير عنده طبيعي جدا يعني بصير في ببلش يتقبل في الاحتلال شوي ببلش يتقبل في الوضع القائم الواقع القائم الجديد شوي، شايف؟ فعلى هذا الأساس هم حطوا يعني الجدار الموجود، يعني القصد منه هو إضعاف العلاقة ما بين المزارع صاحب الأرض اللي بيوصل أرضه بشكل خلينا نقول شبه يومي، مشان يضعف العلاقة ما بين المزارع الفلاح وما بين الأرض. الجدار اللي موجود اللي صنعه الاحتلال مشان يعزل المزارعين عن أرضهم. لما بتقف على الحاجز بتقف امام الجندي، مع الوقت بصير تقول انا والله يعني انا ما بتسواش اني انذل شو هالعشرين 30 زيتوني. فمع الوقت هذا الاحتلال بدركه، بس انا يعني بناشد المزارع الفلسطيني انه لو كان في حتى زيتوني واحد له خارج الجدار انه يعني يستمر في الوصول إلها، يعني يحاول بشتى الوسائل والسبل. بدي نروح شوي لمستقبل زراعة الزيتون اللي بتشوفها من وجهة نظرك كفلاح وكصاحب أرض. مستقبل زراعة الزيتون في فلسطين رغم كل إشي موجود، هل هاي القيمة وأهمية ومركزية هاي الشجرة عم تنقل للأجيال اللي جاي؟
مثل زينة الحلوة اللي تعرفنا عليها اليوم كمان. شوف أنت بجوز شفت أو يعني شافون الإخوة، بعض الإخوة والأهل بشكل دائم بيشوفوني أنا دائما لما بطلع على الزيتوني فوق بتعمد بطلع الولد على فوق الزيتوني عشان الولد الشجرة تحضنه ويحضنها، ذوقهم حلاوة يتعانكم مع شجرة الزيتون. شايف؟ أنا بديش أخرك أكثر عن أكلك. الحديث معك لا يمل، بس بدي إياك تتفضل وتكمل غداك. تفضل. صحة يا جماعة. تفضل. أهلا شرفتونا. خلص. حط لك بطاطا. بعد كل التفاصيل الحلوة والمتعبة شوي اللي عشناها اليوم في القطاف، وصلنا لمعصرة البلد تنشوف شو وشو بيصير. قدام المرحلة الأخيرة اللي بمرق فيها الزيتون. نعم. بس بدي نحكي بالأول من المرحلة الأولى لأني بدي أسمعك بدون ضج. إحنا المضبوط بنبدأ في بعد تجميع الزيتون وقطفه من الحقل وإيصاله للمعصرة. المزارعين بحطوا زيتونهم في الحوض. بعد هذه المرحلة بتم نقله من خلال الكشاط الموجود هناك للغسيل، اللي بتم فيه غسل كامل حب الزيتون وبطلع بعدها على دريس الحب. هناك عملية الدريس بتم طحنه بشكل كامل لحب الزيتون، وبعدين بنتقل للخلاطات اللي هناك عملية إخراج كامل الزيت اللي داخل الدريس. بعدها بتم نقل الضغط على التوربين اللي بتم فيه عملية الفصل بين الجفت والزيت والزبارة اللي بنسميه السائل المائي. زيتنا الفلسطيني برضه جيد وسمعته جيدة كمان في العالم، فبيهمنا تحكي لي شوي عن سمات الزيت الفلسطيني. زيت الزيتون الفلسطيني معروف في سمات إضافية في مكوناته نفسها، يعني زيادة عن الزيت العالمي الموجود، وبالتالي هسا احنا الزيت عندنا لما يطلع من عندنا الزيت العضوي الأورجانيك بيطلع الاكسترا فيرجن على فرنسا واي دوله، بيكون عاده اغلى من مثيلاته حتى في الاتحاد الاوروبي. ليه؟ لانه في ميزات مختلفه في نكهاته في تركيبته. الخبراء بيحكوا هذا الزيت مميز جدا، وزيتنا صدرنا على فرنسا وعلى بلجيكا وعلى هولندا وعلى بريطانيا وراح على كندا وعلى النرويج وعلى امريكا. ابو احمد انا بديش اخذ من وقتك اكثر، بقول لك كل سنه وانت سالم، يعطيك العافيه وان شاء الله كل سنه الخير بس تزيد ان شاء الله. يعطيك العافيه. وين بتعرف ايش نسوي؟ طعمين زيت زيتنا اللي حكينا لك عنه. اهلا وسهلا. اهلا فيك. خير السنة يا جلوة المرجعك، وعلى أمل في الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من عظيمة فلسطين. كل خير. كمل يا حجم يا كفير. ها؟ خلصنا من اليوم. حسن عليك.